لقاء حول طبعا مباراة اليوم ما بين الأهلي والوداد المغربي، نذهب ونشاهد. تحياتي ليك يا محمد وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا خلاص النادي الأهلي بيختم استعداداته لهذه المباراة الهامة جدا أمام فريق الوداد المغربي في ذهاب دور النهائي من دوري أبطال أفريقيا، واللي هي أكيد مباراة مهمة جدا لكل جماهير النادي الأهلي وأكيد مهمة جدا للجهاز الفني واللاعبين. خلينا نطمن الناس على الحالة الذهنية بالنسبة للاعبين النادي الأهلي. يمكن لاعبين النادي الأهلي خلاص مركزين بشكل كامل جدا لهذه المباراة، وأكيد يعني على استعداد كبير جدا إن شاء الله إن هم يقدروا يحققوا نتيجة إيجابية قبل العودة إن شاء الله في المغرب، نتيجة تدي أريحية إن شاء الله بشكل كبير للنادي الأهلي قبل هذه المباراة الختامية اللي هتكون في المغرب بعد أسبوع من دلوقتي. طبعا النهاردة الفريق كان عنده أو هيكون عنده محاضرة مهمة جدا هتكون في تمام الساعة 5:45، والمحاضرة دي هتبتدي من كابتن حسام البدري للاعبين، وهي المحاضرة الأخيرة واللي هيعلن فيها التشكيل اللي هيبتدي به هذه المباراة، واللي أكيد ان شاء الله هيكون تشكيل مناسب جدا بالنسبه لفريق النادي الاهلي. من خلال هذا التشكيل ان شاء الله يقدر النادي الاهلي يفوز في هذه المباراه. الفريق بعد المحاضره مباشره هيتحرك في اتجاهه لاستاد الجيش ببرج العرب، واللي هيتم طبعا في هذه المباراه الهامه جدا في حضور 50,000 متفرج، وده شيء يمكن جيد جدا زي ما شفنا قوة جمهور النادي الأهلي في المباراة السابقة أمام فريق النجم الساحلي التونسي، واللي قدر النادي الأهلي يفوز فيها بنتيجة 6-2. إن شاء الله جمهور النادي الأهلي النهاردة هيكون أحد العناصر الأساسية في الفوز الكبير إن شاء الله في مباراة الذهاب. لكن خليني سريعا أخد معايا دلوقتي الأستاذ مروان هشام عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمتواجد هنا طبعا لمؤازرة الفريق. أستاذ مروان برحب بك في البداية. ازيك يا أمير عامل إيه؟ وبرحب على الناس في الاستوديو، أنا معرفش مين اللي موجود بس برحب عليهم كلهم. مباراة النهاردة صعبة، مباراة قوية، انتوا كمجلس ادارة متواجدين بتأزروا اكيد الفريق وده شيء معتاد سواء انت او مهندس محمود طاهر استاذ عماد وحيد واكيد كل اعضاء مجلس ادارة. المباراة شايفها ازاي النهاردة ان شاء الله؟ بص يعني احنا لعبنا فرقة الوداد قبل كده في المجموعة وكسبنا مرة 2-0 هنا وخسرنا منهم هناك 2-0، بس المرة دي ماتش مختلف، النهائي غير ماتشات المجموعة بيبقى ليه حسابات خاصة، حسابات مختلفة. فاحنا عدينا عقبة الترجي وعدينا نجم الساحلي الحمد لله، ف يعني المفروض ان احنا نكون جاهزين كويس قوي للماتش ده وربنا يكرمهم ان شاء الله. ماتش صعب. هل كان في كلام منكم كمجلس اداره للاعبين، اجتماع حصل ما بينكم ولا لا؟ لا ما بيبقاش فيه، يعني هو ما فيش اجتماع، يعني مش محتاجين تحفيز خلاص بقى، هم مدركين هم في اخر مرحله في البطوله وان شاء الله يفوز. انت بتلعب نهائي افريقيا، يعني انت النهارده مين هيحفزك عشان تكسب نهائي افريقيا؟ يعني خلاص بقى هم رجاله وهم عارفين، احنا قلنا الكلام ده قبل كده، هم عارفين المسؤوليه وعارفين حجم النادي اللي بيلعبوا فيه والتيشيرت اللي بيلبسوها، فمش محتاجين كلام من حد، يعني احنا محتاجين نسيبهم يلعبوا ونشوف لعبهم بقى، بس ان شاء الله خير باذن الله. تواجد الجمهور النهاردة 50,000 متفرج ودول كانوا متواجدين أيضا في المباراة السابقة وكان لهم دور كبير جدا في فوز النادي الأهلي، شاف استمرار تواجد الجمهور إزاي؟ وهل ده إن شاء الله تكون بداية لمطالبة مجلس إدارة النادي الأهلي باستمرار عودة الجماهير للملاعب في مختلف البطولات، مش دوري أبطال أفريقيا بس، لا إن شاء الله بطولة الدوري كمان؟ بص هو هي مش بداية، هو احنا بنحاول بقالنا يعني كذا سنة إن احنا نرجع الجمهور، يعني احنا مش هنبتدي من النهاردة ولا بكرة، بس هي الفكرة كلها إنه بطولة أفريقيا بتدي دافع برضو إنه الجمهور موجود، إنه الدنيا بتمشي بشكل متحضر، الدنيا بتمشي بشكل كويس، فعندك ثقة في جمهورنا وعندنا ثقة إنه النهاردة إن شاء الله يعدي على خير بإذن الله. فبنتمنى، إحنا أول ناس بنتمنى وقلنا الكلام ده مرة ألف، قلنا قبل كده إحنا أكتر نادي متضرر من مفيش جمهور، النادي الأهلي أكبر جمهور في مصر، فطبيعي جدا لما يبقى أكتر نادي بيحضر له جمهور ما مش موجود هو اللي متضرر، فاحنا كمجلس اداره وكنادي اكتر ناس متضرره من الموضوع ده، فبنتمنى كل يوم ان الموضوع ده يتحل، فالحمد لله يعني بس خطوه خطوه وباذن الله كله هيرجع للمدرجات تاني. مطلوب ايه بقى من لعيبه النادي الاهلي النهارده في مباراه كبيره زي دي؟ مباراه بطوله خلاص. لا مش يعني هو مطلوب منهم ان هم يلعبوا لعبهم اللي احنا متعودين عليه، ويعني يا ريت لو كان يأدوا مثلا بنفس الماتش اللي فات بتاع النجم الساحلي اللي كان هنا، مش موضوع الست جوان انما الاداء، الاداء كان يعني من احلى الماتشات اللي الاهلي لعبها الصراحه،
فاحنا مش طالبين حاجه، احنا طالبين بس ان يبقى في نتيجه ايجابيه هنا بالنسبه لنا، عشان انت ماتش هناك مع الوداد في المغرب وسط الجمهور بتاعهم، ماتش صعب جدا، ماتش مش سهل. ف ومهما كانت الماتش النهارده برضو الماتش هيخلص في المغرب، ما هو خلاص هي ما عمره ما هيخلص النهارده مهما كان النتيجه ايه. فبس هي بتبقى خطوه، فاتمنى ان احنا نكون يعني نقدر ان احنا نخلص الخطوه النهارده بسلام عشان نقدر نروح نلعب هناك وتكون الدنيا مش متنشنه، يعني تكون برضو ايه الناس تكون عندها ثقه في نفسها كده ومركزه ان شاء الله. طبيعي هيكون في مكافئات اجاده للاعبي النادي الاهلي في حاله الفوز في البطوله، خصوصا ان هي بطوله يمكن البطوله دي من اصعب البطولات اللي النادي الاهلي شارك فيها، البطولات الافريقيه. هل ممكن يكون في مكافئات اضافيه ولا الدنيا بتبقى ماشيه زي ما بص قبل ماتش النجم الساحلي اتسالت برضو هل في مكافئات استثنائيه ولا لا، فرديت قلت احنا ما بنسبقش الاحداث، تمام، احنا كمجلس اداره ما بنتاخرش خالص على اي فرقه في النادي، مش بس فرقه الكوره، احنا ما بنتاخرش تماما على اي فرقه، فان شاء الله بس نكسب البطوله باذن الله، واحنا ما بنتاخرش وبنقدر الناس كويس قوي من يعني، فدي ما فيهاش مشكله، انما مش عايزين نسبق الاحداث يعني. توقعاتك بقى بدايه مباراه النهارده النتيجه كام؟ لا عارف التوقع صعب، لكن يعني تمنياتك. طب بلاش توقعات. تمنياتي اكيد ان احنا نكسب باكبر عدد من الاهداف يعني ان شاء الله يعني. انا بس في حاجه تانية برضو عايز اقولها بعيدا عن الكوره، احنا النهارده عندنا ماتش مهم في كره اليد في دور قبل النهائي، انا على اتصال دايما بيهم في تونس واتمنى لهم التوفيق النهارده ان شاء الله، وهم اللعيبه برضو بتاعت كره اليد رجاله وعلى قد المسؤوليه، وان شاء الله يكونوا يعدوا العقبه النهارده ان شاء الله في الماتش. بتمنى التوفيق طبعا لكل الفرق الخاصه بالنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. شكرا يا طبعا. ده كان لقائنا مع استاذ مروان هشام عضو مجلس اداره النادي الاهلي. اكيد خلاص كله هنا مستعد. خلينا نتكلم بالتحديد عن تواجد جماهير هنا في مقر اقامه النادي الاهلي. طبعا مش جماهير كبيره، لكن بعض الحضور اللي جم عشان يأزروا الفريق قبل التحرك لملعب المباراه، وبالتحديد يمكن من اعضاء النادي الاهلي اللي بيساندوا الفريق. اكيد في حاله تفاؤل كبيره جدا عند الجميع هنا في مقر الاقامه، كله بيتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يحقق نتيجه ايجابيه قبل مباراه العوده، وان شاء الله من خلال المباراتين النادي الاهلي يقدر ان هو يتوج بهذا اللقب الافريقي.